الجماهيري الحاشد الكبير الذي أعد خصيصا للمرشح الرئاسي العظيم سيادة المشير عبد الفتاح السيسي. وقد تحدثت أولا وقلت إن السيد عبد الفتاح السيسي مرشحين وأنا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ماخذ دعم من سيد الإمام الحسين وماخذ دعم من السيدة زينب رضي الله عنها ودعم من جميع الطرق الصوفية وآل بيت رسول الله عليه العموم. السيد المشير عبد الفتاح السيسي مختاره سيدنا الحسين، مختاره سيدنا الحسين، جميع آل بيت رسول الله صدقوا عليه، لأنه رئيس مصر ما رضاش عنه على البيت دي بدل كشف الخرطان، معروف بالفقه الصوفية دي.